أن أرحب بكم في هذا اللقاء التواصلي لتقديم أبرز مخرجات رأي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي حول موضوع النظم البيئية الغابوية في المغرب، المخاطر والتحديات والفرص دونك ليكوسيستيم فلوريستيك. اليوم تنقدموا مخرجات الرأي نتاع المجلس حول النظم الغابوية البيئية الغابوية، هما ليكوسيستيم فورستي، هما باختصار هي الغابات. ملي تنشوفوا اليوم رأس مال الغابوي نتاع المغرب، هو رأس مال مهم جدا فيما يخص التنوع البيولوجي. مثلا حنا في هذا الحوض المتوسط، حنا البلاد الثانية من بعد تركيا اللي عندها واحد التنوع بيولوجي مهم. أيضا هذا رأس مال مهم فيما يخص التعدد نتاع الوظائف في مجالات مثلا السياحة، البيئة، الفلاحة، الطاقة. نعطيكم بعض الأرقام باش نفسروا شنو هو هذا، علاش نقولوا بأن هذا رأس مال الغابوي مهم. الغابة هي 13% نتاع المساحة ديال المغرب. تنجبروها في أكثرية في المناطق الجبالية. 7 المليون نتاع المغاربة اللي تعيشوا في هذه الغابات هذو، هي تقريبا نصف نتاع الساكنة القروية. هاد الغابات تيساهموا 1.5% من الناتج الداخلي الخام. تقريبا 50,000 منصب شغل، هو مش انطلقنا مع 10 مليون، تقولوا 10 مليون تاع ايام الشغل، هي تقريبا 50,000 منصب شغل. 30% نتاع الخشب اللي تستعملوا في البناء نتاع المنازل ولا في الصناعه تيجي من الغابات المغربيه. هاد الغابات تتساهم تقريبا 17% نتاع في الاكل الماشيه في المغرب. ولهذا كاين هذا الراس مال الغابوي مهم، خصنا يكون التثمير ديالو. فقلنا كاين عده اشياء اللي يمكن لها الدار، اقتراحات عمليه. اولا خص يكون واحد المداونه نتاع الغابويه تتجمع لتجميع وتحيين جميع النصوص اللي كاينين اليوم. كاين النصوص اللي عندهم تقريبا 100 سنه. فقلنا كيفاش نجمعوا، يكون تجميع وتحيين عن طريق هذه المدونه هذه نحدوا شنو هما الالتزامات والحقوق نتاع الاطراف المعنيه المتدخله. ثانيا خصنا، كاين اليوم واحد المساحات محميه هي تقريبا 3.76% نتاع المساحه الغابويه. قلنا خصنا نرفعوا هذا الرقم هذا تدريجيا الى 30% في افق 2050. علاش؟ حيت كاين التزامات دوليه المغرب وحمايه هذه المناطق اللي هي عندها فيونيرابل ولا عندها واحد التنوع بيولوجي مهم، يمكننا نستعملوها من بعد في السياحه مثلا. ثالثا قلنا خص يكون واحد التكثيف نتاع حملات التشجير والتخليف واعداد التشجير والتخليف نتاع النباتات مثلا ولا نتاع التشجير نتاع الاشجار. علاش؟ حيت احنا عندنا القوانين، احنا حافظنا، ولكن خصنا نعاود نرفعوا من ذاك راس المال الغابوي عن طريق هذا التشجير والتخليف. ويمكننا جوج في هذا النطاق هذا، يمكننا نستعملوا ذاك الامكانيات نتاع الذكاء الاصطناعي باش نحسنوا هذه العمليه هذه نتاع التشجير والتخليف. يكون ايضا واحد الاشجار غابويه اليوم تدوز الاشبار مثمره بحال داكشي اللي عملنا في الالكان. كاين السياحه البيئيه اللي خصها لابد كيفاش يمكننا نطورها. واخيرا الساكنه المحليه اللي تتعيش داخل هاد المناطق هذه خصنا نساعدوها باش تمشي لواحد الانشطه بديله باش ما يبقاوش باش يحسنوا العيش ديالهم. اذا في ظل الازمات الحاليه المتتاليه والغير المسبوقه المناخية والمائية وكذلك الأزمة ديال الأمن الغذائي، فكلها مرتبطة بطريقة تدبير بعض الأوساط وعلى رأسها الغابات. بدون غابات ليس هناك تنمية وليس هناك ضمان لأمن مائي أو أمن غذائي أو حفاظ على التربة اللي هي أساسية، وكذلك ليس هناك إمكانية لتكيف مع المناخ ومقاومة هذه التغيرات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اختار باش بعد التطرق لتنميه المناطق الجبليه والقرويه ياكد على ان هذا الوسط الغابوي هو واحد راس مال طبيعي ولكن في نفس الوقت راس مال ثقافي وكذلك راس مال قيمي اللي ممكن انه بدل ما يكون الان كيعرف جوج تدهورات. اولا تدهور ديال المد الغابوي 17000 هكتار اللي كتضيع في السنه وتدهور كذلك ديال الساكنه اللي كتعيش فيه اللي هي بالملايين ما يقارب 7 ملايين. هاد الساكنه اللي الان كتعيش واحد التدهور بسبب عدم القدره ديال الاستجابه ديال داك الوسط والضغط ديالها والحاجيات ديالها اللي كتزاد فهي كتسبب كذلك في اختفاء واحد المكونات كثيره بلا ما نتكلموا على المساحه ولا العدد ديال الاشجار في كل هكتار. اللي المجلس الاقتصادي كياكد بان المؤسسات عندنا القوانين عندنا مجهودات وعندنا الان استراتيجيه 2030 الا انها خصها تواكب بواحد الرؤيه ديال 2050 اللي يشارك فيها الجميع ويكون المهمه ديال التنميه ديالها ماشي الحمايه التنميه ديالها تكون مهمه ديال المياه والغابات كأطر ولكن كذلك كفاعلين اقتصاديين اجتماعيين وجميع وتكون التنميه القرويه هي جزء من وجدوا بدائل لهاد الساكنه باش نحلوا هذا المشكل ديال هاد كتسمى اللولب ديال الفقر وديال التدهور وديال الديموغرافيا. هاد اللولب باش نخرجوا منه خصنا بدائل جديده وخصنا قطائع وحنا كنديروا توصيات لا في المجال ديال الاقتصادي بالنسبه للساكنه باش ننميوها وتنقص من داك من لا ديبوندونس من ان الارتباط ديالها مباشره بموارد اللي هي محدوده ولكن كذلك الاستثمارات اللي خصها تعاود باش تولي في الحقيقه ايكولوجيا مسؤوله ولكن تنمويا قابله للاستدامه. ثالثا بالنسبه كذلك لما هو بيئي فهناك الان مقاربات دوليه وخاصه مع الكوب 15 الاخير اللي كان 19 جانفي 2022 اللي وقع عليه المغرب كذلك اللي كياكد ان 30% من المساحات ديال 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 العالم خصها تولي محميه في 2030 وان 30% خص يعاد التاهيل ديالها وان نقصوا من استعمال المبيدات بواحد 30%. هادو ارقام اللي ب 50% عفوا وهادو ارقام اساسيه واللي كتعطينا واحد البوصله اللي المغرب قادر باش يرفع الرهان ولكن بتغيير الرؤيه بتغيير الاستراتيجيات والاقتراحات اللي والاجراءات اللي هي اولا عمليه وكذلك بامكانها تفتح نقاش وطني وحوار وطني حول هذه الاوساط اللي هي حساسه وحيويه للتكيف وللمقاومه.